إذن أكيد ستكون سهرة مليئة بالمشاعر أسامة، لأنها آخر مباراة لتوني كروس مع الريال في انتظار طبعا يورو ألمانيا، يعني سيكون في قيادة المنتخب الألماني. طيب للحديث أكثر عن هذا النهائي معنا المحلل الرياضي معتصم يونس من العاصمة الأردنية عمان. معتصم صباح النور. أهلا خالد، أهلا أسامة، أهلا بكل الزملاء الأعزاء في الجزائر الدولية، لكل متابعيكم الأفاضل. استمتعت بحديثكم عن نهائي دوري الأبطال. أكيد سنستمتع أكثر معك معتصم من خلال تحليلاتك لهذه المواجهة. قلنا أنها مباراة الموسم بالنسبة لريال مدريد، بالنسبة أيضا لبوروسيا دورتموند الباحث عن أول لقب منذ 1997، هل هي مباراة فعلا مفتوحة على كافة الاحتمالات، أم أن ريال مدريد يدخل هذه المباراة نهائي وامبلي في ثوب المرشح بامتياز؟ الأمور تبدو صعبة ومعقدة، وحتى لربما يبدو الأمر جدلي أن تقول بأن هناك كفة متكافئة أو أن هناك قوتين متوازنتين في نهاية دوري الأبطال. وأنت وأنا عفوا والكثيرين يعلمون جيدا بأن ريال مدريد عندما يصل المشهد الختامي من دوري الأبطال تبدو الأمور كالسحر الأسود، لن يستطيع أحد أن يفلت منه أو يخطف منه اللقب الخاص به وهو اللقب دوري الأبطال ذات الأذنين. الآن يصل إلى النهائي 18 في تاريخه، في 17 مرة سابقة أحرز اللقب 14 مرة، بالتالي فعليا نسبة ضئيلة جدا أن يخسر في نهائي دوري الأبطال. هذا النهائي الذي معتاد عليه ريال مدريد، معتاد على هكذا أجواء، ودوما يبحث عن أن يكون هو في الريادة في صدارة الفرق التي فعليا هي الأوفر حظا لتحقيق لقب دوري الأبطال. بوروسيا دورتموند فريق محترم، فريق عريق، اسم كبير في كرة القدم العالمية والألمانية لما لا، ولكن الحديث عن وصول دورتموند الى المشهد الختامي في نسخه هذا العام، نسخه 23 24، لربما لم تكن تفاصيل كثيره تعطي افضليه، بالرغم من اننا شاهدنا بان دورتموند على الصعيد القاري كان مختلف اداء والجود عما كان عليه في المستوى المحلي، عبر من البي اس في انتوفن اتلتيكو مدريد ومن ثم عبر من خلال البي اس جي، ولكن هذا لا يقارب بمشوار الريال الذي اقصى به البايرن واقصى من قبله مانشستر سيتي حامل اللقب. والآن وهي نقطة أخيرة حتى أختم بها حديثي، ريال مدريد هو عراب الألمان هذا الموسم، في هذه النسخة في دور المجموعات أونيون برلين انتصر أمامه، وفي في ربع النهائي أمام لايبزيغ، وفي نصف النهائي أمام البايرن. الآن يتبقى لديه دورتموند في المشهد الختامي هناك في ويمبلي لندن، بالتالي أنا لا أعتقد بأن هناك حظوظ أو فرصة أمام دورتموند، والذي وصوله إلى هذه المرحلة بحد ذاته إنجاز. فعلا معتصم، طيب نتحدث عن تتويج الريال مبكرا بالليغا الإسبانية، في رأيك هل هو عامل مساعد، خاصة وأن أنشيلوتي اعتمد على المدورة، اعتمد على تشكيلة ثانية تقريبا في المواجهات السابقة، أم أنه عامل ربما قد يكون مؤثر سلبا على تشكيلة الريال الأساسيين، خاصة الذين ابتعدوا عن أجواء المباريات الرسمية منذ فترة؟ للأمانة سيكون عامل مؤثر وبشكل إيجابي، لأن قرأت مواسم الريال السابقة تفاجأت منه على أقل تقدير في كل موسم يحقق لقبين، بالتالي هو حقق لقب الليغا الإسبانية يبحث عن اللقب الثاني، وحتى هذا العام أيضا حقق لقب السوبر الإسباني، بالتالي فعليا الطموحات مرتفعة لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، لم يبقى شيء لإحراز لقب دوري الأبطال سوى لقاء وحيد في ويمبلي، بالتالي نعم لقب الليغا بخسارة وحيدة أمام الأتلتي ومن قبل كأس السوبر الإسباني، لربما هذه عوامل إيجابية لكارلو أنشيلوتي، للاعبين، للضغط العالي من الجماهير، الإدارة الملكية، الكل يبحث عن التتويج، عن إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة. وتعودنا دوما من ريال مدريد بأنه في المواطن التي تحتمل الضغط العالي الشخصية العظيمة يكون على قدر المسؤولية، لم يقم مسبقا بتفشيل جماهيره أو إظهار شكل مغاير عن حجم التوقعات. بصريح العبارة أعتقد بأن الريال سيجهز على دورتموند بدون حتى أن يكون هناك فرصة للحديث بأن هناك إمكانية للذهاب إلى أشواط إضافية أو حتى ركلات ترجيح. الأمور تبدو لي لن أقول سهلة، ولكن الريال في هكذا معترك لا يمكن له التهاون أو اللعب بأقل من مسؤولية كاملة 200% من أجل الجماهير ومن أجل التاريخ. أكيد معتصم، طيب من الناحية التكتيكية هل تتصور بأن أنشيلوتي سيتأقلم مع أسلوب تريزيتش، أم أنه سيبادر كالعادة سيلعب بنفس الخطة تقريبا برودريجو وفينيسيوس في الخط الأمامي وخلفهم بيلينغهام في دور صانع الألعاب، أم أنك تتصور ربما بعض التعديلات على تشكيلة الريال على الخطة وعلى التشكيلة أيضا بمناسبة هذه المباراة؟ لا يوجد تعديلات في تشكيلة ريال مدريد، بالعكس كما العادة سيرسل لك التشكيلة قبل ساعتين أو 3 ساعات حتى
من انطلاقة النهائي، ولربما هي ورقة ضغط على خصمه، على المدرب إيدن تيريسيتش ولاعبي دورتموند. ريال مدريد يلعب بشكل كلاسيكي بالأربعة ثلاثة ثلاثة التي تتحول في أرضية الميدان إلى 4-3-1-2 كما تفضلت. بيلينغهام في المركز الثمانية كصانع ألعاب من أمامه رودريغوس وأيضا فينيسيوس جونيور، ولكن من يدري لربما تحصل مفاجأة إن حصلت إصابة مفاجأة. ولكن تقريبا الأسماء الأساسية تبدو لي واضحة، بقيادة بالنسبة لكروس، بالنسبة لكامافينجا، بالنسبة لفالفيردي في وسط الميدان من خلفهم، بالنسبة لكارافخال، بالنسبة لميليتاو، بالنسبة أيضا لروديغار، وأيضا فيرلاند مينتي النجم الفرنسي العائد بقوة لمستواه، والأهم وهو الحارس كورتوا الذي سيعوض لربما لونين المصاب بالإنفلونزا والذي لم يأتي إلى ويمبلي. ريال مدريد دوما لديه استراتيجية مختلفة عن باقي الأندية، لا يبحث عن التغييرات المفاجئة، لا يبحث عن الانتهاج استخدام استراتيجية مختلفة لأدائه أو البحث عن تغيير شكله النمطي أو التكتيكي. هو أسماؤه معروفة وأسلوبه معروف، يبحث عن استقبال اللعب في أول ربع ساعة ومن ثم يبدأ بالتمدد إلى الأمام وبدأ ببداية المد الهجومي من خلال سرعة الأروقة والأطراف في الدخول إلى العمق، ويبحث عن قدرات القادمين من الخلف، بيلينغهام، فالفيردي، كامافينجا وتوني كروس في التسديدات البعيدة. والأهم بأن ريال مدريد هو من يضبط الرتم والإيقاع، بالتالي أنا لا أستبعد أن يكون دورتموند هو صاحب الأفضلية والسيطرة، لكن هذا أسلوب ريال المفضل، هو يمنحك الكرة ويفضل استقبال اللاعب، ولكن هو يعلم كيف يقصيك في التوقيت المناسب. لأن الريال إن صنع فرصة يسجل منها هدف، إن صنع ثلاثة يسجل ثلاثة أهداف، بعكس فرق أخرى تصنع 20 فرصة لا تسجل منها لربما هدف أو اثنين. هنا قيمة وقدرات وشخصية ريال مدريد في استغلال المعطيات والفوز والانتصار بتركيز عالي وبأقل مجهود ممكن. معتصم، نتحدث عن وداعية كروس ورويس، ولكن أكيد الأضواء كلها ستكون مسلطة على توني كروس نجم ريال مدريد الذي قرر الاعتزال بشكل يعني وصفه الكثيرون باللائق وبشكل يليق بهذا النجم الكبير الذي قدم الكثير لريال مدريد على مدار 10 سنوات كاملة. أول تتويج معتصم لكروس كان أمام بوروسيا دورتموند، هل تتصور أن يتكرر السيناريو وينهي كروس مسيرته مع الريال بتتويج سادس في دوري أبطال أوروبا أمام نفس الفريق؟ نعم أعتقد ذلك، لأن الآن توني كروس موجود في الطرف الأفضل الذي يمتلك الكفة الأعلى، القدرات الأفضل، الخبرات العالية والشخصية الانتصارية الواضحة بالنسبة للنجم الألماني. في البداية قبل الحديث عن شخصية توني كروس، نتحدث بأننا نرفض الكثير من التصرفات والتصريحات التي عبر بها في الفترات السابقة من كأس العالم 2022 وغيرها تجاه الكثير من الأمور التي تتعلق بالكرة العربية وحتى الشخصية والأيديولوجيات العربية. بالتالي فعليا لدينا تناقض واختلاف كبير معه، ولكن هذا على الصعيد الشخصي، ولكن على الصعيد المهني توني كروس لاعب محترف. توني كروس يبقى شخصية عظيمة مرت في تاريخ كرة القدم، يمتلك أسلوب أنيق في الأداء، طريقة تفكير مبتكرة، لديه لمسة ساحرة بكل تأكيد، يبحث دوما عن تقديم أفضل ما لديه، ولكن ليس بالمجهود البدني العالي بقدر ما هو بالتركيز والذكاء العالي. أعتقد بأن توني كروس فضل أن لا يكون هناك منعرجات في مسيرته ما بعد كل هذه السنوات السمان من النجاح والعطاء والألقاب والوقوف على منصات التتويج برفقة النادي الملكي. بحث عن أن يكون الوداع هو بأفضل طريقة ممكنة في نهاية دوري الأبطال، برغم أنه لا يزال بإمكانه المواصلة لموسمين أو ثلاثة، ولكن هو فضل أن لا يذهب إلى محطة أخرى بالبحث عن دقائق لعب أكثر كما يشاهد الآن في ريال مدريد، لأنه أصبح لاعب بديل. بالتالي هو يرفض أن يذهب إلى مكان أقل من مستوى الريال، ويرفض أن يصبح لربما تحت مغسلة ورحمة المدربين هل يشركها أم لا، أو حتى يفضل الذهاب للبحث عن أندية تمنحه الفلوس أو تمنحه الأموال بشكل أكبر مما هو مبني على مستوى عطائه. بالتالي نهاية كلاسيكية، نهاية تراجيدية، الكل يحلم باعتزال من في ريال مدريد، كان آخرهم هو زين الدين زيدان في 2006، الآن توني كروس على نهجه، ولا ربما في الموسم المقبل يكون لوكا مودريتش، ومن يدري، لربما الكل يتعلم من تجارب غيره، لأن شاهدنا كل من يخرج من ريال مدريد يعاني، كريستيانو، سيرجيو راموس، فاران، كازيميرو، والقائمة تطول. بالتالي أنت في ريال مدريد أنت في القمة، إما تبقى وتواصل إما تعتزل هناك، فبتصور الشخص ستكون هذه أفضل نهاية لأجمل بداية. طيب نبقى مع توني كروس. معتصم، في رأيك، طبعا الكثيرون يصفون هذا الموسم بالأفضل في مسيرة النجم الألماني، في رأيك هل سيكون التتويج بدوري أبطال أوروبا عاملا حاسما لكروس لينافس ربما على جائزة الكرة الذهبية، أم أن اليورو سيكون أكثر
حسما من خلال ترقب تألق نجوم آخرين في الكرة الأوروبية على غرار كيليان مبابي وغيرهم من اللاعبين المتألقين، أم أن ثلاثي المقدمة قد يكون من ريال مدريد معتصم بيلينغهام فينيسيوس وتوني كروس؟ نعم أحسنت وأوجزت وأبدعت. فعليا أنت تربط الأحداث ببعضها البعض، لأنك تعلم جيدا بأن الجوائز الفردية بحجم البالون دور أو بحجم ذا بيست المقدم من الفيفا دوما مرتبطة بالنتائج الإيجابية على الصعيدين النادوي والمنتخب أو الاتحاد الوطني أو التواجد مع الفريق الوطني. بالتالي اليورو على الأبواب، كوبا أمريكا أيضا على الأبواب، شاهدنا هذا الموسم تألق كبير من الثلاثي الملكي، سواء توني كروس سواء جود بيلينغهام سواء فينيسيوس جونيور، كل منهم يلعب برفقة منتخب مختلف عن الآخر، البرازيل ألمانيا وأيضا المنتخب إنجلترا. بالتالي لربما هم الآن ينجحون بتحقيق لقب دور الأبطال على سبيل المثال، بالتالي ترتفع الأسهم، ترتفع النقاط التي سيحصلون عليها، تصبح الآن الترشيحات أفضل. ولكن الذهاب إلى اليورو وكوبا أمريكا عند ستصبح هناك تنقيط إضافي، بناء عليه سيكون هناك عملية استمزاج لأراء الأشخاص المصوتين أو المخول لهم بالتصويت من أجل كسب المزيد من التعاطف والمزيد من النقاط في هذا التصويت. ولكن منطقيا ريال مدريد يحرز لقب دوري الأبطال، ترتفع أسهم هذا الثلاثي كروس وبيلينغهام وبالنسبة لفينيسيوس جونيور، ولكن من يدري لربما تكون هذه الكرة الذهبية مخصصة باسم توني كروس ليكون فعليا هو وداع لائق وتاريخي إن نجح بإحراز لقب اليورو برفقة المنتخب الألماني كنهاية وأجمل وداعية برفقة المنتخب الألماني أيضا. فعلا معتصم يونس، إذن المحلل الأردني، استمتعنا معك كالعادة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا على المباشر، شكرا معتصم. شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة الكريمة.